انتقلنا لفقره مهمه كثير للاشخاص الانفعاليين، وخصوصا بشهر رمضان بيجوا لحتى ينفعلوا، بيقولوا اللهم اني صائم. فكثير من الاشخاص ممكن تمر بحياتهم مواقف تفقدهم السيطره على ردود افعالهم، وبالتالي ينفك عندهم حزام الامان ويصير اللي ما بيصير، ويفقدوا اعصابهم ويخسروا الناس يلي حواليهم كمان. يا سلمى، اكيد عفاف معروف الاشخاص كثير بشهر رمضان المبارك انه هن ممكن يفقدوا السيطره على ردود افعالهم، وبالتالي ايضا بيظهر هون عنا جوهر الصيام بشهر رمضان المبارك، اللي هو مو بس ضبط النفس وقدرة الإنسان على تحمل غياب الطعام والشراب لساعات طويلة، أيضا على تهذيب نفسه. قديه ممكن نستفيد من هذا الصبر بردود أفعالنا وبحياتنا وبطريقة تصرفنا مع الآخرين؟ هل نستطيع أنه نكون بعد مثل ما بيقولوا علماء النفس 21 يوم بتغير أي عادة اجتماعية، 30 يوم هل هي قادرة تغير الإنسان وتخليه فعلا يتغير بردود افعاله؟ كل هاي التفاصيل رح تطلعنا عليها استاذه علم النفس الدكتوره رولا صيداوي. يسعد صباحك، رمضان مبارك. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. صباح الخير دكتوره، واهلا وسهلا فيكي. يعني خلينا بالبدايه نبلش مع هدول الاشخاص الانفعاليين اللي ما عندهم ابدا كنترول على اعصابهم، كيف ممكن نحن نعرف حالنا انه نحن اشخاص انفعاليين وما عندنا كنترول؟ بداية أي تأثير، التأثيرات الوجدانية أو الإيجابية إذا بدأت تكون نحسن يعني نتعود عليها بدأ لتترك أثر سلبي أو إيجابي. هلأ التأثيرات الإيجابية بتترك أثر إيجابي على أنفسنا إذا نحن أخذناها كعادة كسلوك اكتسب، لأنه هي دوما حتى الانفعال اللي حكيتوا عنه هو بيكون نتيجة تربية، نتيجة بيئة محيطة، نتيجة تلقين نفسي أنه أنا هلا صائم شو ما بدي بساوي. هو الواقع مو هيك تمام. يعني فيه يدرب نفسه. انا دوما بعطي مثال انه شخص عنده مقابله لوظيفه عمل بده يكون عنده انضباط، او مقابله لرئيسه بالعمل انضباط لمده نصف ساعه ساعتين، فهو بيضبط نفسه. طب كيف تحمل يضبط نفسه صحيح. وبدون حتى الحركه وحتى كيفيه الجلوس هون فيه يدرب نفسه. فاي سلوك مكتسب سواء ايجابي او سلبي لازم نحن هو كعادة مكتسبة. شهر رمضان فرصة كتير عظيمة لحتى يعني هاي فرصة ما بتتعوض، انه هذا الشهر كافي انه انا امتلك هاي السلوكيات الايجابية كضبط النفس. صحيح دكتورة، لما كنا صغار كانوا يعلمونا كيف نصوم ساعات ساعات مثل ما بيقولوا ساعات نصف 16 ساعة 6 ساعات وما الى ذلك لحتى شوي شوي نتدرج تماما. كمان تغيير السلوك فيه مراحل، يعني اكيد اذا شخص انفعالي ومع الصيام مع فقدانه مثلا، وفي بعض بيكون عندهم عادات اخرى مثل المدخنين او مدمنين الكافيين يعني اللي بيشربوا قهوه بشكل كثير كبير، بيعانوا مو بس بيعانوا جسديا، بيعانوا هذا الشيء بيظهر عليهم نفسيا، يعني بزيد توترهم. كيف ممكن خلينا نقول هيك بمراحل؟ يعني اكيد ما فينا كبسه زر نصير اشخاص جيدين. هلا مجرد انه الشخص الصائم يعني هو طبعا اخذ الافكار الايجابيه وعرف انه قيمه شهر رمضان، قيمه هو مو بس مثل ما تفضلتي انه الامتناع عن الطعام والشراب، هو الصوم عن غير الطعام والشراب، عن العادات السلوكيات الخاطئة، عن العادات الغير إيجابية. فأنا بدي لقي نفسي أنا صايم كمان غيري صايم، فأنا لما بدي انفعل عليه هذا الشخص الثاني شو ذنبه؟ يعني مثلي مثله، قد يكون عنده ظرف أصعب من ظرفي، قد يكون عنده مرض ومع هيك عم يصوم، ظرفه صعب. وحتى لو ما كان الشخص المقابل عم يصوم، عنده مرض، عنده مشكلة، عنده مثلا حاجات معينة مو قدران يلبيها لأولاده، فأنا لما بدي يجي انفعل عليه أنا عم زد له العبء عبء. فمجرد بس يتعامل بهي الإنسانية، أنا بتعامل معه هذا إنسان عنده مشاكل عنده هموم كتير، أنا لما بدي انفعل عليه شو ذنبه يتحملني؟ ليش يعني ما هو عنده هموم كمان مثل ما هو متحملني، او حمله ذنب هو مو ذنب تماما مثل ما هو بديت انا بدي اتحمل كمان. فهي هو بس يفكر انه بنفكر بالغير، هي عمليه تفكير بالشخص الاخر مو بس فكر بنفسي انه انا ممتنع عن مثلا القهوه او الى اخره، اللي مثلا في ناس عندها انه دخان او قهوه الى نفس الشيء. فانا بدي اعلم هذا الشخص الثاني انه انا مو لانه حتى غير شهر رمضان، ما هو فرصه لحتى يصير لطول السنه، لكن فرصة تدريبية بشكل مختصر.
طيب خلينا هيك نروح للأشخاص يلي على طول انفعاليين وعلى طول عندهم حزام الأمان فالت مثل ما بيقولوا وما عندهم أي كنترول على أعصابهم، وإذا بتتنفسي بوشه بيقلك هف، يعني أنا ماني متحمل شيء وداي أخلاقي، وكمان حجة بتزيد عنده أنه أنا صايم ما حدا يحكي معي فأنا ماني متحمل شيء. شو في هون عنا اليوم تمارين نفسية نقعد نكررها بشكل دائم لحتى نحن نكتسب صفة الضبط الانفعالي عنا خلال هالشهر أو بدون هذا الشهر؟ دوماً البيئة بتلعب دور، الأسرة بتلعب دور بالتربية، يعني هي الأسرة لما بتكون الأم والأب دوماً بصراخ وانفعال فهو هذا بيكتسب هذا الأمر، كان طفل صار يافع مراهق صار شاب، هذا الضغط النفسي بده يفرغه برا. يعني احيانا بعض العائلات ما عن يعني عندها نفذ ولا تعترض، طب هي الضغط اللي عم ياخده الستريس اللي عم ياخده وين بده يا اصدقائه يا محيطه يا تزوج صار عنده اولاد لاولاده، فهون هي بدايه هي الاسره، لكن هي في نقطه ايجابيه دوما القراءه دوما يتعلم ياخذ يعني متوافر بجميع وسائل التواصل انه انا كيف بدي اعزز من نفسي كيف بدي اطور من نفسي، لانه بالاول والاخير هذا الناس اصدقائي محيطي جيراني بده يبتعدوا عني، يعني مثل ما قلت شو ذنبهم عفوا يتحملوا سلوكي العصبي يتحملوا انفعالي يتحملوا ردات فعلي السلبيه، هن شو ذنبهم بدهم يبعدوا، اوكي هذا معصبي انا ببعد عنه فهو بيصفى لوحده، حتى اقرب الناس له رح يبتعدوا عنه. فهو هون التمرينات اجمالا هي ضبط النفس، كيف بدي اضبط نفسي؟ اكيد ما رح اقول له لازم تضبط نفسك كون فيكون، ما رح يصير قولا واحدا، لكن في امور في تمرينات دوما دوما واغلب العلماء بياكدوا كثير ناس بتاكد من اللي مختصين بعلاج السلوكيات خلينا نقول الخاطئه هي او السلبيه هي الرياضه، رياضة اي نوع حتى يعني المتوفر للجميع هو المشي. المشي يوميا لو مده نصف ساعه هذا بيعطي خصوصي اوقات الصباح الباكره او مساء ما بيكون في هذا الضغط والمرور وضغط السيارات وزحمه المرور، بتلاقي بيعطيه اول خصوصي الصبح اكثر بيعطيه اول شيء بتلاقي الرئات بتتفتح بيعطيه طابع ايجابي بيعطيه مثل تفاؤل شوي لحتى يكمل يومه. هي نقطه. طبعا في ناس تانية بتعزز بدوما المهارات او الانشطه التطوعيه، هي بتخليه لانه بيكون ضمن فريق، ضمن فريق في قواعد وفي ضوابط معينه خلال جمعيات او هلا المبادرات الايجابيه افطار صائم، هي مبادرات كثير عم تعطي صوره حسنه، فهون اذا كان هو ضمن هالفريق زياره دور مسنين هذا بتخليه يضبط نفسه لانه هو ضمن فريق وفي قواعد بده يمشي عليها، هون بتصير بعد السلوك. يعني انا هلا غير من كم سنه غير من سنين ماضيه، لذلك هي الامور كثير ضروريه، هي التمرينات او هي العادات هي بتخليه يعزز من ثقته بنفسه اولا ويغير من سلوكه. اكيد. طيب دكتوره رولا خلينا نحكي كمان عن نقطه كثير مهمه اليوم، كثير بنسمع عن انه ما تساوي هيك نحن برمضان ما بصير هذا الحكي او حرام بهذا الشهر او ليش هو الحرام بس بشهر رمضان او التصرف الخطا هو بس بشهر رمضان؟ اكيد لا. فخلينا نحكي كمان السلوكيات اللي قدرنا نغيرها، كيف فينا نحافظ على تعديلها وعلى انه هي تصير عادة وطبع فينا بعد الشهر الفضيل، نحن هلا بخواتيم هذا الشهر. ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير. في نقطة انه هذا الشهر الله سبحانه وتعالى عاطيه خاصية معينة، وعاطيه رحمة معينة، وعاطيه عنايته ورحمته وسع وخاصة بهذا الشهر، لحتى يدرب الإنسان أو الصائم أو الشخص نفسه إنه لباقي السنة. لأنه هذا الشهر فيه خصوصية من الله سبحانه وتعالى، هو كل الأشهر لكن هذا بالذات فأنا عيني بعين الله إنه أخجل من الله سبحانه وتعالى، فأنا هون بدي أدرب نفسي يكون صادق مع نفسه أولا ومع الناس ثانيا، بصير بتعود يعطي الصورة الإيجابية عن نفسه، عنوانه الأماني، عنوانه الصدق. أنا في شخص مثلا طلب مني بقدر بقول له إيه ما بقدر لا، ما نعطي هاي الوعود الكاذبة اللي فعلا بتسيء بشكل عام لعاداتنا وتقاليدنا وسلوكنا، مجرد انه يقول له لا انا بقدر اوكي ما بقدر ما فيني. فهون انا بدي ادرب نفسي، بس شهر رمضان مثل احنا بنقول مثل كدوره تدريبيه
كافية لحتى يغير باقي السنة، لكن هو المطلوب الصدق والأمانة وتغيير العادات كل السلبية أيام. كل طول السنة لحتى نتخرج من هذا الشهر ونبلش بقية السنة بكل صبر. طب خلينا نتعرف كمان أكثر على هدول الأشخاص، قدي ممكن يكون قصة التراكمات تلعب دور، أو هو يكون صايم وبحاجة سوائل أو مادة ما عفواً ممكن يكون بحاجة مادة ما ياخدها خلال نهاره، فهذا الشيء يزيد عنده كمان التوتر والتعصيب، ممكن يكون عنده قصة تراكمات أو تعب أو كذا أو كذا. قدي ممكن نحن كطرف تاني بهذا الشخص إنه نحن نتحمله كمان ونستوعبه ونقول إنه يلا معلش صايم ناقصه شيء كذا، كمان الطرف التاني له دور كتير كبير بقصة الاستيعاب ومساعدته هيك؟ تماماً. هلأ إذا شخص في عنده مشكلة في رخصة من الله سبحانه وتعالى بالنسبة للصيام، يعني بالنسبة للصوم إذا عنده مشكلة صحية أكيد في عنده رخصة، هو هذا أمر طبيعي يعني. فمن كان منكم مريضاً أو على سفر يعني في رخصة، فعدة من أيام الأخرى ممكن يصوم بعدها، أو ممكن عنده إجازة ما يقدر يصوم، هذا بيعطي طمأنينة أنه أنا في حالة صحية إذا بدي أأذي نفسي لا الله سبحانه وتعالى عاطي هاي الرخصة. يحاول المحيط يكون المحيط الإيجابي، يعني نبعد عن الناس السلبية قدر الإمكان. يعني أنا ماني مضطرة أنه أنا صايمة وعندي تعب وبيتي وشغلي أقعد مع ناس عم تعطيني طاقة سلبية، برجع حاملة هيك هموم فوق همومي، طب إمشان شو؟ هلأ ما في شيء أهم من الصحة، مهما كان الأشخاص مقربين نتحمل، من نلتزم دوما الصمت بيعطي حكمة، حكمة أول شيء بتحمل الشخص الثاني، ثاني شيء ما بتطلع مني كلمة سلبية أو مؤذية للطرف الثاني. فأنا هون قدر الإمكان في ناس سلبية بحاول، أنا ما عم أقول نقطة بس نبعد شوي ما فينا نبعد، يمكن ما فينا، بيكونوا أوقات الأشخاص هدول متربصين فينا قدر الإمكان. يعني أنا بشكل عام ما نعطي، حتى إذا أنا قاعدة مع محيط سلبي فتحوا موضوع فيه ضغط فيه ستريس وأنا صايمة أو حتى مالي صايمة، يعني أنا مو شهر رمضان، بحاول فورا غير السيرة غير الموضوع، أعطي موضوع تاني فيه فائدة، يعني حتى نطلع بس بفائدة من هاي الجلسة أو من هاي الاجتماع، أو حتى يا أختي مع اجتماع الأصدقاء والصديقات، ليش نطلع بحالة ضغط أنه كل مرة نفس الأمر. يعني في ناس هي شغلة بتحب تاخد كل أنظار المحيط، التوتر وظروفها الصعبة، ما غيرها عندها وظروف غير عنده ظروف أصعب، فهون في ناس أو في ناس بتكون قاصدة يعني مو عن غير قصد. الشكوى الدائمة تماماً، الشكوى حتى الاستعطاف أنه أنا كلهم عم يستعطفوا معي. فهون نحن إذا ميزنا وقدرنا نميز، بنحاول إذا ما قدرنا نترك هالجلسة أو نبعد نغير المحور الحديث، نعطي محور فيه فائدة ونوجه له نفس لهذا الشخص اللي عم يعطي طاقة سلبية حديث ثاني، شو رأيك فيه؟ معلش نعطيه الاهتمام بس أعطينا رأيك بحديث معين حتى نبعد عن هالسلبية والشكوى اللي ما لها فائدة. يعني أكيد يعني بالختام نشكرك دكتورة رولا، وأكيد نتمنى للجميع هاي الأيام هيك تمر علينا بخير إن شاء الله يا رب. شكراً للجميع، شكرا لكم. شكرا لك أستاذة رولا، وأكيد إن شاء الله هيك الله يبعد عنك كل الأشخاص السلبيين وصيام مقبول لحضرتك. كل عام وأنتم بخير. شكرا.